الله يسر أمرك كل التوفيق لك سيد الولي. سلامك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مبادرة لعبة خردل لعبة استراتيجية. الفكرة في لعبة خردل أنها تمزج الأخلاق والقيم مع الترفيه والمرح. اللجنة الموقرة والكريمة أعطتنا ملاحظات جميلة ورائعة المرحلة السابقة وجعلتنا في تحدي. هذا التحدي يشابه عندنا تحدي سابق، لما وقعنا في هذا التحدي وجدنا أنه عندنا قدرة على الابتكار. فأمامنا الآن سيخرج أحد الألعاب اللي عملناها في مركز حلول مبتكرة للتعليم بعد وقوعنا في مثل هذا التحدي. تفضل. بقي على الوصول إلى كوكب المغامرات 5 ثوانٍ. 4. أنه لن نستطيع يعني، وأن هناك عوائق، ولكن دعونا من داخل اللعبة. مرحبا بك يا صديقي الجديد. نستمع ونشاهد. مستعدين لنبدأ مغامرتنا في لعبة بطل الحروف؟ فقط المس الشاشة للانطلاق. أنا قادم يا تاج المعرفة. بالنسبة للعبة هي متاحة الآن مجانية على المتاجر الإلكترونية. اللعبة هي عبارة عن مشاهد متعددة. المشهد هذا فيه الآن تعليم الحروف الأبجدية. ممكن الصوت بس؟ على اللغة العربية حرف حرف، هيا لنغني سوية. نتعرف على اللغة العربية ألف 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 حرف الألف. أمي وأبي حب الأول يجعلون حياتي أجمل. أمي وأبي حب الأول يجعلون حياتي أجمل. بعد الانتهاء من حروف الأبجدية كاملة وسماع الأنشودة التي تعطي جانب من القيم، ستأتينا أيضا قيم أخرى وأخلاق أخرى نحاول نغرسها في الطفل. إحنا كنا في البداية هل نستطيع أو أننا لا نستطيع. ننتقل بعد هذا المشهد إلى لعبة خردل. ما هي اللعبة؟ حاولنا نصنع كونسبت أولي للعبة. فاللعبة عندنا الطفل سيتعلق باللعبة، لأن مثل هذا النوع من الألعاب الاستراتيجية تجعل هناك تعلق لدى الطفل باللعبة، فهو يستطيع أن يبني اللعبة ويطور المدينة، وعنده عدد من خيارات، ينشئ طرق ويبني مباني متعددة. عندنا مؤشرات أداء رئيسية، هذه المؤشرات الأداء سأتحدث عنها لأنها هي التي ستصنع القيم وتعزز المهارات لدى الطفل. فيتعلق الطفل بهذا الجو من اللعبة، ثم في الأخير يستطيع أن يدير هذه الأمور ويبني عنده مهارات كثيرة في حل المشكلات، في التعاون مع الناس والتعامل معهم، وأيضا الاهتمام بكثير من الأمور التي تحدث كطوارئ في المدينة. فتتوسع المدينة ويستطيع أنه يكون عندنا مؤشر السعادة، أنه الناس سعداء بهذا التعامل في داخل المدينة. ثم أيضا يستطيع أنه يبني المدينة بصورة أكبر وأوسع حتى تصل المدينة إلى مدينة متكاملة، ويستطيع أن يدير هذه المدينة بشكل كامل ومتماسك، وأيضا لديه القدرات والمهارات العالية. لعبة خردل الشرائح كرما، لعبة كما ذكرنا هي لعبة استراتيجية. عندنا برزنتيشن كامل للعبة. ففضل اللعبة هي كما ذكرنا هي لعبة استراتيجية نهدف فيها لزرع القيم والأخلاق. فعندنا الصبر والصدق والتعاون وغيرها من الأشياء إلى أن نصل. طبعا الأهداف إنتاج وتطوير اللعبة وزراعة القيم الإيجابية ودمج الأناشيد والصوتيات وتكوين بيئة تربوية قيمية. عندنا الفئة المستهدفة من سن 8 إلى 14 سنة. درسنا حجم السوق، وبالإمكان أننا نصل لو حددنا فقط 1% في التسويق سنصل إلى 700,000 تقريبا. فهذه فكرة المدينة بشكل عام. ولكن عندنا أيضا من المؤشرات اللي ذكرت لكم أنه مهم جدا أن ستصل من خلالها القيم والمهارات، مؤشر السعادة.
مؤشر السعادة كيف تعاونه مع الناس، كيف تعامله، كيف أخلاقك، الصدق، كيف يستطيع أنه يعززها ويغرسها، هذا مؤشر السعادة. مؤشر إجمالي عدد السكان ومؤشر قيمة المدينة هي أشياء فيها تخطيط وفيها المهارات وحل المشكلات وكيف يدير هذه الموارد كلها عند الطفل بقدر ما نستطيع من إمكانات أو من أساليب معينة حتى تنمي فيه الجانب المهاري. وعندنا أيضا مؤشر القيم وهو أنه كيف يوصل القيم من خلال عدد من الإشارات والمتطلبات التي يجب أن يعملها. سيطلق حملات توعوية، سيتحدث مع السكان ويتعرف على احتياجاتهم، الأحداث الطبيعية يتفاعل معها حتى ننمي فيه المهارات والجدارات. هنا تصور أولي أنه يكون المباني هي مثل مباني التي هي مستوحاة من واقعنا، مثل لعبة تحدي المملكة. احنا نهتم بهذا الجانب انه يكون من خلال البيئة. القيمة المضافة، القيمة المضافة، غرس القيم الإيجابية لدى الأطفال، اللعبة مناسبة للعديد من الفئات العمرية، لعبة ثلاثية الأبعاد ورسوميات فيها جودة عالية، الطفل آمنة للطفل باللغة العربية، محتوى قيمي، لعبة خالية تماما من الإعلانات، دمج الأناشيد بألحان وأصوات مميزة، أجواء اللعبة مشوقة، فيها الليل وفيها النهار، فيها مطر وغيرها من الأشياء، وأيضا تحميل مجاني حتى نضمن اتساعها وتوسعها. عندنا مراحل المبادرة هذه في الجوانب التنفيذية، فإحنا ما نقف عندها علشان الوقت، ولكن هناك بني الأنشطة وبنية الجوانب التربوية والقيمية، أيضا السيناريو للعبة بشكل كامل، الإنتاج الصوتي للعبة، تلاحظون كل واحدة منها فيها عدد من المراحل، وتطوير اللعبة اللي هي إنتاج اللعبة نفسها فيها عدد أيضا من المراحل، الجوانب الفنية فيها بناء بيئات اللعبة، فيها الواجهات المستخدم، أيضا تسويق اللعبة. عندنا 6 مراحل بخطة متكاملة لتسويق اللعبة حتى نصل إلى العدد المستهدف في آخر الحملات التسويقية. وأيضا في الأخير لدينا هيكلة الموقع أو هيكلة الفريق. أيها السادة الكرام، أنا لم أقف أمامكم اليوم حتى أقنعكم بأن هذه المبادرة مبتكرة ورائعة فحسب، وإنما لأقنع نفسي وأقنعكم أن لدينا من القدرات والإمكانات بعد توفيق الله عز وجل ثم إتاحة الفرصة أن تكون واقعا في أرض الواقع، وأن هذا الجيل لم يعد في قاموسه كلمة مستحيل. شكرا لكم. شكرا لك أستاذ وليد، الله يحفظك. شاكر لك. أبدأ مع الأستاذ هادي تعليقاً على عرضك. ما شاء الله تبارك الله، دائماً الأستاذ وليد يبهرنا بالجديد والجميل، الله يقوي يا رب يوفقه. ذكر قبل شوي مؤشر القيم، أنا وجهة نظري أنه قد يكون هو الوحيد من المؤشرات الأربعة اللي ذكرها مو واضح تطبيقاته من خلال الشرح، وأتوقع دخول القيم في الفكرة مو واضح بالنسبة لي، وحتى يوم طرحت الفكرة ما كان واضح مع جمالها وجودتها وقوتها، لأنه ركز بشكل كبير على أشياء رائعة في الفكرة، 3D، حركة الألوان، التطبيقات. قد يعيب الفكرة البطء شوي، لأن أتوقع أن هذا نموذج فقط. الاهتمام العالي باليو إكس واليو آي اللي هي الواجهات المستخدم وطريقة التعامل معها وأسلوب التعامل، أتوقع بيكون مرة رائع وإبداعي. وجهة نظري في القيم، عندك مؤشر القيم، وعندك كيف يترك الطفل اللعبة الأساسية ويتجه لك. اتضح لنا في الأول أنه الأنشودة، الصوت، الدخول للألعاب، الأحرف، حفظها، التعامل معها. الثاني ما اتضح لي أنه ممكن يترك اللعبة الأساسية ويتجه لك في خردل. يمكن هذا تساؤلي الوحيد، وما شاء الله تبارك الله منطلق وبقوة، والله قويك. أستاذ ثامر، والله ما شاء الله نموذج مرة مميز جدا. أنا فعلا أثني على مع الأستاذ هادي، فعلا القيمة في اللعبة جزئية مو واضحة. كان الحروف في اللعبة واضحة إلى حد ما، مرتبطة بالشكل الحرف وسماع الأنشودة اللي لها علاقة بالحرف نفسه، لكن كيف تدخل القيمة في اللعبة؟ أؤكد على كلام الأستاذ هادي، مو واضحة أبدا، على أن هذا هي العمود الفقري للفكرة. يعني من دون دخول القيمة في اللعبة مليون لعبة بديلة عنها، فهي هذا
القيمة المضافة للخردل إن في قيمة داخل اللعبة. أنا ما بالنسبة لي ما كان واضح أبداً. شيء ثاني الاستدامة المالية، التحميل مجاني. طب من وين بيجيبون فلوس؟ أنا شفت يعني ما شاء الله الهيكل ما شاء الله كله مبرمجين وأسعارهم عالية جداً، كيف ممكن فعلاً يتم الإنفاق على هذا المشروع؟ جميل. طيب نروح للأستاذة نسيبة، تفضلي. يعطيك العافيه استاذ وليد، طريقه الطرح حقيقه مبهره، الملف تبارك الرحمن مليء جدا. انا لفت نظري قضيه من 6 او من 8 الى 14، فالاختلاف الشاسع بين الجيلين يعني. فما ادري هل بتكون اللعبه على مراحل، ما اتضح لي من الطرح ولا من الملف انه كيف تستهدف اللعبه واحد عنده 8 سنوات وواحد عنده 14 سنه عن اختلاف الاهتمامات. إضافة إلى ما ذكروه الأساتذة الفضلاء في قضية كيف سيتم إدخال القيم وطرحها، أما فكرة التفاعلية وفكرة الطرح التنافس باللعبة، أعتقد أنه لو فعلا طرحت في السوق بجودة عالية حيكون لها رواج، خصوصا عندي يمكن المرحلة الطفولة اللي هم 8 إلى 10، والله يستاهل. طيب الآن لجنة التحكيم، في توضيح بس لتساؤلات اللجنة قبل ما نروح للاستشار، يا ليت سريعا بس. ها الأستاذ هادي أشكرك على ملاحظاتك الجميلة. فيما يختص بالمسألة القيم مشتركة أيضا مع الأستاذ ثامر. القيم في مؤشر القيم بالذات سيكون عندنا إرشادات ومتطلبات على اللاعب أن يقوم بها، منها إطلاق حملات قيمية وعدد من المتطلبات يقوم بها في داخل إدارته للمدينة، وهذه هي التي توصل من خلالها بشكل غير مباشر لدى الطفل ولدى اللاعب القيم والأخلاق وتتجسد في داخله، وهي بشكل غير مباشر، لأنه لو أصبحت بشكل مباشر ستصبح غير محبذة لدى الفئة المستهدفة. بالنسبة للفئة المستهدفة من 8 سنوات إلى 14 سنة، الطفل يستطيع أن يبني المدينة بقدر ما يستطيع، فممكن اللي عمره 8 سنوات يستطيع يبنيها بموارده المحددة والمحدودة، وأما الذي عمره 14 سنة فيستطيع أن يدير بشكل أكبر، فهي أيضا على قدرات الشخص وعندنا مرونة في داخل اللعبة. بالنسبة للنموذج المالي آخر واحدة، النموذج المالي في البداية يعني كثير من الشركات ترغب في دعم مثل هذه المشاريع، ولكن في داخلها في شراء لعناصر معينة، يستطيع من خلال ميزات معينة في شراء، لكن أصل التحميل مجاني. يا سلام. طيب نروح لمستشارنا مهندس سليمان، ومعليش الوقت شوي ضاق علينا. أبشر على شكل سريع. أول شيء المشروع جبار حقيقة، أنا يعني أشد على يدك أخوي وليد أنه ترى مشروع كبير، يبغاله وقت، يبغاله الصبر، يبغاله التركيز، لكن شيء كبير جدا. السؤال القائم، ما هي القيمة المضافة عن بقية المطروح في السوق اليوم؟ أنا أعتقد مجرد عدم وجود المحاذير اللي ذكرتها مثلا الموسيقى وكذا ما يكفي، ما لم يكن هناك محتوى نوعي قديم قوي، وهو أشار للزملاء قضية القيم، ونعتقد نستطيع أن نوجد القيم بشكل قوي. خليني أعطيك بعض الأفكار السريعة. يعني مثلا أنا أحتاج القيم تكون موجودة من خلال ما يشاهده وما يقوم به. ما يشاهده مثلا وجود مسجد وبسطها ترى فيه رسالة جيدة، وجود مدرسة فيه رسالة جيدة، وجود واحد قاعد يعتني بشجرة، أنتم تعالجون عادي أهل التقنية. يعني في مجموعة من المشاهد اللي يمكن تعزز القيم بطريقة أو بأخرى، مسميات الشوارع، مسميات المناطق، منطقة التعاون، منطقة الإخاء، منطقة الكرم، هذه كلها من الأشياء اللي تساعد على أن الشعارات تنعكس للطفل. الثاني، ممكن أن يكون هناك ممارسات قيمية افتراضية، مثال أن يكون من الواجبات عليه ينفذ عمل تطوعي بأن يكون هذا الطفل يتجه ينظف في مكان موجود، يرمم مكان موجود. في قضية أنت أشرت أني ما أبغاها تكون موجودة، لكن أعتقد هي حل لمشكلة الاستدامة المالية، الإعلانات. ليش ما تكون إعلانات موجودة؟ وأعطيك أمثلة إعلانات قد تكون حل. يعني قناة المجد ممكن تعلن بطريقة أو بأخرى عن وجود مبناها في هذا الكيان، ورمز صغير أن هذا ترى مبنى لقناة المجد. مدرسة أهلية مثلا تعلن عن وجود عنها من خلال قيمة مدفوعة الإعلان. فهمت الفكرة كيف؟ فنقصد ممكن الإعلانات تخدمك وتكون إعلانات قيمية، ترسخ مثلا إعلان عن حملة تنظمها جمعية خيرية، إعلان عن حلقة تحفيظ مسجد، إعلان عن دورة تدريبية مهارية. مهم وجود الوالدين في اللعبة الحقيقة، لأني أنا أخشى الحقيقة أن تنعكس اللعبة هذه بشكل سلبي من خلال إدمان اللعبة، ونقع هنا في مشكلة أكبر ما كنا نريد أن نهرب منه. التحدي التقني في جودة صناعة المادة لابد تحطه في بالك، لأنه قد يكون حقيقة محتوى جدا ممتاز لكن يقدم بطريقة غير جاذبة. يعطيك العافية.
الله يبارك فيك. أباك هنا حتى ينضم إليك أيضا زملائك، لكن بنروح حقيقة فاصل خاص بجمعية تحفيظ القرآن الكريم، تعرف على أحد مشاريعها المهمة.